السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غندير لكم طاجين بالملوخية اللي كيجي أكثر من رائع. نتمنىكم تجربوا. بالنسبة للمقادير ديال الطاجين ديال الملوخية، عندنا الربيع مقبط، القزبر والمعدنوس، بصلة اللي قطعناها مشلضة، عندنا مطيشة محكوكة، عندنا الزيت مخلط مع زيت النباتي وزيت الزيتون، عندنا شوية ديال الملحة، شوية ديال جوج دروسة ديال الثومة محكوكة، شوية ديال البزار أو الفلفل الأسود، شوية ديال سكينجبير، وعندنا الكركم، وعندنا الملوخية، وعندنا اللحم الكمية اللي بغيتو. بالنسبة للملوخية أنا درت كيلو. كناخد الطنجرة ديالنا، كندير فيها زيت الزيتون مخلط مع الزيت النباتي، وكندير البصلة ديالنا، كندير البصلة ديالنا، وكندير اللحم الكمية اللي بغيتو. انا درت الغلمي، نتوما يمكن لكم ديرو تاع البقري حسن كيجي ألد. وكنديروا الملحة، ضروري الملحة ديروها مع البصلة باش تطيح صافي، وكنخليو اللحم ديالنا يتقلى. ديروا التوابل دابا، كنخليو اللحم ديالنا يتقلى مع البصلة. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال التنقيه ديال الملوخيه. كنضربوا غير شويه، كنحيدوا هاد الشوك غير بشويه بالموس على هذا الشكل صافي. كنضربوا هاد الرويط غير شويه، ما كنضربوش كامل، كنحيدوا هاد الشيء اللي في الجناب غير بشويه، كندوزوا عليها بشويه. على هذا الشكل كنحكو بحلقة. لا عندكم شي شيته يعني مختصة، غير تخليوها غير الخضر ديروها، حكو هاد القناص حكوهم مزيان بالشيته. لما عندكم صافي غير الموز كافي. على هاد الشكل صافي، كنضربو هاد الرويط غير بشوية صافي، وكهاد الجناب كنديروهم بالموز غير بشوية على هاد الشكل. على هذا الشكل كنضربوا هذا الراس غير بشويه، هذا الجناب بشويه، صافي كنضربوا هذا الجناب. نعود معكم واحده اخرى، كنضربوا هذا الرويف غير بشويه، كنحيدو هاد ونحكوها. وتقدروا تاني كاينه طريقه اخرى كانوا كيديروها الناس بكري، تقدروا تاخذوا واحد السربيته بحال هكا وديروها السربيته بحال هكا، وبحال تحكوها يعني كتشدوها تحكوها بحال هكا. هاد الطريقه مزيانه، كتحيد من هذاك الشوك كامل، داك الشوك الرقيق على هذا الشكل. صافي هذه الطريقه ديال التنقيه ديالها سهله صافي، وكننظفوها مزيان. هذه الطريقه ديالها راه سهله في التنقيه، ما كتاخذش حتى وقت طويل صافي. وكننغسلوها مزيان بعد ما تقلى دابا اللحم مع البصله وشويه الملح والزيت. دابا غنزيدوا الثومه، غنزيدو الثوم وغنزيدو شويه ديال الملح، حيت غندير التوابل. انا ما كنديرش التوابل مع الزيت حيت كيتحركوا. غندير شويه ديال الفلفل الاسود، نديرش بزاف، معلقه ديال الكركم، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير. وغندير مطيشه اللي حكيتها، وغادي نشحر هذا الشيء غير بشويه.
بعد ما درت دابا العطريه غنخليه يتقلى غير شويه ثاني صافي، ونبلو عليه ونخليه يطيب. بعد ما تقلى لينا اللحم دابا غادي نديرو الربيع ديالنا وغنديرو الماء ونسدو عليه. بعد ما درت الماء ودرت الربيع دابا غادي نسد على الكوكوط، غنحسب ليها بالماء الصفرات نحسب ليها نص ساعه صافي ونحل عليه. هذا هو اللحم ديالنا بعد ما طاب، دابا غنرميو الملوخيه. بالنسبه للمرق ما نخليوش المرق بزاف حيت الملوخيه دغيا تطيب، 10 دقائق 15 دقيقه دغيا تطيب. دابا غنرمي الملوخيه وما غاديش نسد عليها. دابا غنرمي الملوخيه وغندير واحد جوج مزيودات. دابا بعد ما درت الملوخيه درتها في الطنجره غندير عليها شويه لاصوص من الفوق صافي، ونخليها 15 دقيقه ما نسدوش عليها الكوكوط نهائيا حيت دغيا كطيب. هذا هو الشكل ديال الملوخيه ديالنا بعد ما طابت، كتجي المريقه ملبيه وكتجي لذيذه. غير هو نصيحه ما تسدوش عليها ملي ترمي الملوخيه، ما تسدوش عليها دغيا كطيب، 15 دقيقه 10 دقائق كطيب. غادي نحطها في الطبسيل وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين بالملوخيه اللي كيجي اكثر من رائع، نتمنىكم تجربوه.